وما زلنا نناقش هذه الانتخابات التي تجرى داخل مجلس النواب لاختيار رؤساء اللجان النوعية. معنا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يمكن منذ قليل مراسل أكسترا نيوز نقل لنا هذه الوقائع، تجربة ديمقراطية مهمة. بنتكلم عن 25 لجنة نوعية بيتم اختيار رؤسائهم ووكلائهم وأمناء سرهم أيضا. كيف تنظر إلى هذه التجربة أستاذ جميل؟ هي بالطبع تجربة مفيدة جدا، وتجربة يعني ما شفناهاش قبل كده في الانتخابات. أنا شايف الانتخابات داخل مجلس النواب على اللجان انتخابات فيها قوة، فيها شراسة، فيها عدد كبير من القناات، وده شيء مهم جدا في الفترة الحالية. احنا شفنا قبل كده انتخابات الوكيلين وانتخابات رئيس المجلس، وكان فيها شفافية وكان فيها ديمقراطية بشكل كبير. وأنا شايف إن الوعي الكبير اللي موجود في أعضاء مجلس النواب في الفترة الحالية، هم بيختاروا الأنسب للمرحلة وبيختاروا الأصلح لكل مكان ولكل لجنة ولكل موقع داخل مجلس النواب. مجلس النواب عليه دور كبير جدا المرحلة اللي جاية، وإحنا مستبشرين كثير باختيار رئيس المجلس المستشار حنفي الدالي والوكيلين، وايضا الاعضاء اللجان كلها، لان كل دي اشياء طبعا او اختيارات مهمه، اختيارات في المرحله المقبله هيكون لها اثر كبير على الدوله المصريه وعلى التشريعات جوه الدوله المصريه، وايضا على اداء البرلمان خلال المرحله المقبله. يعني وجود هذا الكم من الخبرات، وجود هذا الكم من القامات، وجود هذا الكم من الدعي من اجل ايجاد الاصلح في المكان الصح، كل ده هيفيد بعد كده الدوله المصريه بشكل كبير. وانا زي ما قلت لحضرتك ان مستبشر خير بهذه القامات اللي موجوده داخل المجلس، وان شاء الله هيكون اداء المجلس في الفتره المقبله اداء قوي جدا في ظل وجود الاعضاء دي. والانتخابات دي هي دليل على الديمقراطيه، دليل على ان شفافيه، ايضا دليل على ان كل حاجه بقت ظاهره وواضحه، ما فيش اي تربيطات، ما فيش اي محاولات ان يجيبوا حد على حساب، لا، هو في شفافيه واضحه، الاصلح هو اللي بياخد مكانه، والاصلح اللي بيختاروا اعضاء مجلس. طيب لما بنتكلم عن اللجان النوعيه استاذ جميل، احنا بنتكلم يمكن عشان الساده المشاهدين يكونوا عارفين كمان، بنتكلم عن تخصصات مختلفه. في تخصصات كثيره جدا، منها ليها علاقه بالمحليات، لجنه ليها علاقه بالاقتصاد، لجنه ليها علاقه بالاتصالات والتكنولوجيا، وكل التخصصات المختلفه اللي بتضمها هذه او هذا العدد من اللجان النوعيه. لما بنقول انه بيجرى او بتجرى انتخابات لاختيار رؤساء اللجان في هذه التخصصات، إلى أي درجة هذا بيفيد التخصص نفسه أو بيفيد في عمل مجلس النواب في داخل هذا التخصص؟ هو ده بيفيد جدا، التخصص ده بيفيد عمل مجلس النواب، وبيفيد الدولة كمان، لأن في تشريعات وفي قوانين كثيرة بتخش مجلس النواب، ومن أقوى عشان تطلع هذه التشريعات وهذه القوانين لازم الأول يتم وضعها اللجنة النوعية اللي داخل البرلمان، هي اللي بتحط القانون او بتسن التشريع معين، وبيتم مناقشته اكثر من مره، لان كل اللي في اللجنه دي بدايه من رئيس اللجنه وحتى الاعضاء كلهم خبرات في هذا المجال، في المجال ده. مثلا زي لجنه، زي ما حضرتك قلتي، المحليات، في لجنه الدفاع والامن القومي، في لجنه الثقافه والاعلام، يبقوا متخصصين في هذا المجال. فلهذا السبب عندما يسن التشريع بيسن بشكل سليم، بيسن لمصلحه القانون اللي هو بيفيد طبعا الدوله، وبيتم عرضه بعد ذلك على الجلسه العامه او على البرلمان، هو من حقه ان هو يوافق او يعيد مرة أخرى لإضافة مثلا مواد معينة أو خلاف. إذن كل لجنة بتسعى إلى تقديم الأحسن، تقديم الأصلح من القوانين والتشريعات اللي بتسير عليها، وبتقدم ما يخدم هذا التخصص، يعني سواء من قوانين وتشريعات أو من اقتراحات وإلى آخر ذلك.
بالظبط، هي طيب. بتفيد المجال وبتفيد ايضا الدوله وبتفيد الشعب ايضا. طب استاذ جميل، هذه التجربه اللي تبعناها منذ بدايتها، من بدايه اصلا الانتخابات في المرحلتين والمشهد او المشاهد الكثيره اللي رايناها في هذه المرحله، مرورا بترأس سيده للجلسه الاولى، ويمكن احنا هنا بنتكلم عن استراتيجيه، مش بنتكلم عن مجرد اجراءات بتتم وخلاص، لكن بنتكلم عن استراتيجيه ومنهجيه الدوله ماشيه بيها في هذا السياق، مرورا بهذه الجلسه ثم انتخابات طبعا رئيس المجلس والوكلاء وهذه الامور اللي تابعناها واللجان النوعيه، هذه التراتبيه وهذه الاجراءات من بدايه الانتخابات وحتى الان، كيف تقراها في مسار الديمقراطيه او في تقييم هذه الاجراءات من الناحيه الديمقراطيه؟ هو طبعا من بداية الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية، كل ما حدث دليل مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، إن هو دليل على وعي الشعب المصري. خلال المرحلة الماضية كان في دور لمجلس النواب، المواطنين اللي في الشارع قدروا إن هم يعرفوا مين الأصلح ومين اللي هينفعهم المرحلة القادمة ومين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش، ولهذا السبب حصل فرز مهم جدا من المواطنين خلال الانتخابات، النواب كلهم في دايرته. ثم بعد ذلك وصل النواب اللي اختارهم الشعب بوعي الشعب، هو اختار الاصلح، يعني كل منطقه اختارت الاصلح ليها، كل محافظه اختارت الاصلح ليها. نعم. فاللي دخلوا مجلس الشعب هم دليل على وعي المواطنين، النواب داخل مجلس النواب اختاروا رئيسهم ايضا بوعي، وشايفين ان المرحله المقبله تتطلب شخصيه وقامه وقيمه، مستشار جليل هو سيد فاضل حنفي جبالي، وهو قادر على اداره البرلمان خلال المرحله القادمه، وايضا اختيار الوكيلين بهذا الوعي. طبعا ده دليل كبير جدا تحت اسم الديمقراطية في مصر، أو ما وصلت إليه مصر من اختيارات بشفافية ما فيش حد. ويمكن المشهد ده بيكتمل من خلال هذه الانتخابات اللي بتجرى، واللي هنتابع طبعا على مدار اليوم أسماء رؤساء اللجان النوعية 25 داخل المجلس. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.